اعط نفسك حقها وابعد عن التفاهم، ابعد عن الامور اللي ما منها سنة. جاهل تعلم، فاضي اشغل نفسك، ما عندك صنعة تعلم، ما حد طلع من بطن امه متعلم. الوظيفة لحالها ما توكل عيش، شوف لك شيء يكون مصدر دخل لك. الراتب اللي يتم ايداعه لك كل اخر شهر هذا ثمن الساعات اللي تمضي من حياتك، اللي تمضي من حياتك وانت ما استفدت منها، قاعد تبيعها بيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعين قناة ملك المناجم. قبل ما نبتدي الفيديو النهاردة صلي على رسول الله ونتمنى السلام لأهلنا وحبايبنا في المغرب، الزلزال اللي حصل وإن شاء الله يكون الناس كلها بخير. الفيديو بتاع النهاردة فيه معلومات شيقة جدا ومبتدئين في مجال التنقيب وإزاي إنك توصل لخام الذهب وتستخرج الذهب وتوصل لجرامات الذهب بإذن الله. عزيزي متابع القناة، النهاردة هنتكلم عن إزاي تكتشف عروق الذهب الموجودة في الأرض اللي هي بداية الوصول إلى أحجار المر. طبعا احنا دايما بنتكلم في القناة عاوز تستخرج الذهب ركز على احجار المرو، وابعد عن اي حاجة هي بعيدة عن استخراج المرو وبعيد عن اكتشاف المرو، لان المنطقة اللي بيكون فيها مرو هي المنطقة دي بتبقى غنية جدا بالذهب. جميع العروق الموجودة على سطح الارض والعروق السطحية والعروق اللي نازلة تحت التربة كلها بتبقى غنية بالذهب، بس بتبقى على مراحل وعلى نسب معينة. يعني مثلا فوق سطح الارض بتكون العروق اللي فوق نسبتها قليلة، نقول مثلا في الطن الواحد حوالي 3 جرام تمام، لكن لما تنزل تحت نزول من 2 متر و 3 متر هتبتدي توصل معاك 30 و 40 جرام في الطن. وعشان توصل لعروق الذهب واحجار المرو دايما ركز على سطح الارض. ايه الموجود على سطح الارض؟ هتلاقي في قطع كبيره او قطع صغيره مكسره من عروق المرو وعروق الكوارتز اللي هي غنيه بالذهب، وده اللي هيوصل لنا المتابعين معانا لعروق الذهب. هدفنا ان احنا جميع الناس توصل لاستخراج الذهب ويبتدوا يستخرجوا الذهب اقل حاجه في مجموعات، المجموعه الواحده لا تقل عن 5 افراد او 4 افراد عشان تساعدوا بعضيكم ويبقى في تعاون والخير كتير من عند ربنا سبحانه وتعالى. وما تنساش التراخيص لاستخراج الذهب عشان ما تحصلش معاك مشاكل مستقبلا. فالتراخيص هتسهل عليك عمليه التنقيب وتقدر ان انت تنزل تحت الارض مترات وتطلع الذهب وتطلع خام الذهب. خام الذهب موجود زي ما انت شايف كده، بدايه ظهور معاك عروق الذهب على سطح الارض، يعني المنطقه اللي انت فيها دي منطقه غنيه جدا 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 بالذهب. عزيزي المشاهد، عزيزي المتابع، عزيزي المنقب، ركز في الكلام اللي انا هقوله وابعد عن اي حد يبعدك عن مجال واحد. اكتشاف عروق المرو هو الاساس في استخراج الذهب. ما تتعبش نفسك في عمليات كيميائيه على حاجات صغيره، لما هتشتغل بكميات هتلاقي معاك الخير. وعشان تشتغل بكميات لازم يكون معاك مساعدين مش اقل من 3، يعني دايما تبقى في جروبات. زي ما انت شايف من احد المتابعين طالعين رحله حوالي 4 عشان يكتشفوا عروق المر، والحمد لله اكتشفوا عروق المر واكتشفوا خليات من عروق المر، والتربه اللي حوالين عروق المر غنيه بالذهب. طبعا عشان تعرف الذهب موجود في التربه ولا لا لازم تعمل اختبار الطحن، وان بعد عمليه الطحن والغسيل تشوف الذهب بعينك. لو شفت الذهب بعينك كمبتدئ، انت كمبتدئ اول مره تنقب، لو شفت الذهب بعيونك يعني معناها المنطقه فيها خير، انا بكلم المبتدئ. لكن لو انت انسان محترف في مجال التنقيب الاراضي كلها اللي فيها مر فيها ذهب بس على نسب مختلفه، وانت هتشتغل بكميات ممكن تاخد وتودي المختبر، تاخد قطعه وتودي المختبر وتعرف النسبه في الطن كم عشان تعرف تتابع شغلك وتطلع الذهب. كمبتدئ انت ممكن تطلع كبدايه في الاسبوع الواحد 200 او 300 جرام لو اشتغلت بالمرحلتين، المرحله الاولى اللي هي التجميع بالزيبق واحنا شرحناها في القناه، والمرحله الثانيه اللي هي احواض السيانايد او اي ماده من المواد اللي هي مسموحه استخدامها تطلع منها الذهب. على فكره جميع المراحل دي سهله مش صعبه جدا، وناس كتيره شغاله في الموضوع ده، يعني اقول لك الاف الناس شغاله وبتستخرج الذهب في جميع الدول، بيستخرجوا الذهب وبيطلعوا الخير والحمد لله. والموضوع ده شغال في مصر والسودان من سنين، من 2010 و2009 شغالين استخراج الذهب بالطرق اللي احنا بنشرحها دي والطرق التقليديه اللي بدون تعب وبدون مشاكل. لكن جميع الطرق اللي انت هتستخدمها معانا في القناه طرق صحيحه 100% لاستخراج الذهب واسرع وقت لاستخراج الذهب. عزيزي مشاهد ومتابع القناة، تابع معايا لاخر فيديو وان شاء الله هعلمك ازاي ان انت تشوف الذهب بعيونك وازاي ان انت تستخرج الذهب من الاحجار لو انت حتى ما تعرفش اي حاجة. زي ما انت شايف مجموعة اول مرة يطلعوا وينقبوا عن الذهب، طبعا لقوا عروق المر او احجار المر امامهم، فالطريقة اللي هم خدوها من القناة ان هم هيجمعوا، هم حوالي 4، الأربعة هيجمعوا حوالي 10 شكاير نص، الشكارة الواحدة حوالي 50 كيلو، لو تعبي الشكارة بتاعة العيش أو الرز فبتكون
نصها 50 كيلو، لان هي حوالي 100 كيلو. تكسير وتجميع احجار المر، يعني انت كده هتجمع نص طن. الشكارة اللي انت شايفها دي فيها 50 كيلو، يعني المجموعة هتجمع 10 شكاير من الشكاير اللي انتوا شايفينها عشان توصل نص طن في اليوم الواحد، وهتشتغل على نص طن اليوم اللي بعده او في نفس اليوم عملية الطحن زي ما انت شايف كده. اطحن بالطريقة دي يا عزيزي المشاهد، انا بيسر لك الامور وبديك الطريقة اليدوية اللي كانوا بيشتغلوا بيها زمان ايام مفيش معدات، كانوا بيطلعوا الذهب. الذهب موجود من الاف الاف السنين. بتاخد احجار المر وتبتدي تكسر. انت كمبتدئ ما عندكش معدات، فانا بديك المعدات البسيطة جدا لاستخراج الذهب، اللي هي المعدات اليدوية اللي هي الطحن والتكسير. التكسير بشاكوش والطحن زي ما انت شايف الطريقة اللي امامك دي. ليه عملية الطحن الجيد مطلوبة في استخراج الذهب؟ لان لما بتطحن الحجر، المعادن الموجودة معاه في نفس الحجر مع الذهب، كل المعادن تتفك من الاحجار وبتبقى زي البودرة مع الحجر. في عملية الغسيل بعدين هتروح معاك المواد الخفيفة والمعادن الخفيفة، هيفضل معاك الذهب الرسب التقيل من تحت. زي ما انت شايف حجار المر اللي انت شايفها دي احجار عبارة عن معادن مخلوطة فيها، ومعدن الذهب مش ظاهر امامك لان الذهب اللي فيها بتجمع بعد عملية الطحن، وتشوف الذهب اللي هو موجود في الحجر. لان دايما لما تبقى الراسب بتركز على الراسب تحت، الذهب اتقل معدن موجود فبتلاقيه تحت خالص. اول حاجة بتلاقي طبقة من التراب بسيطة جدا بعد عملية الغسل، وتحتيها طبقة سودة اللي هي الحديد وباقي المعادن، وتحت الطبقة السودة الذهب. خلي بالك الذهب بيبقى اخر طبقة تحت السواد. ليه؟ لان الذهب تقيل. لو لقيت الذهب فوق الحاجات دي، دي معناها ميكا مش ذهب. خلي بالك في ناس بتتخدع كتير في موضوع الميكا. طبعا بعد عملية الطحن بتغربل نفس الحكاية كده، ويفضل معاك الحصى الكبير ترجع تطحنه تاني. طبعا عزيزي المشاهد، هدف القناة الاول ان نوصل المعلومات الصحيحة للمشاهدين، والقناة الوحيدة الحمد لله على مستوى الوطن العربي حتى على مستوى العالم بتوصل المعلومات الصحيحة للمشاهدين عشان يوصلوا لاستخراج الذهب من غير ما نلف وندور. ندي لك جميع الاثار بكل بساطة، فادعم القناة بلايك عشان احنا مخلينها صدقة جارية عشان تبقى علم نافع للناس. احنا الحمد لله عندنا شركات تعدين، وموجودة في تنزانيا وموجودة في دول تانية، بس احنا بنوصل المعلومات دي صدقة جارية عن العلم اللي احنا اتعلمناه. والاستاذ محمد العبري صاحب مناجم روبي كراون للمجوهرات بدعم الموضوع ده بشدة، وبيعمل مسابقات، والمسابقة الموجودة عندنا في القناة انك انت تعلق على جميع الفيديوهات ولايك لجميع الفيديوهات عشان تنتشر بسرعة ويدخل اسمك في السحب. يعني لو علقت على جميع الفيديوهات وخطيت لايك لجميع الفيديوهات، اسمك هيدخل على السحب، وان شاء الله احنا هنفوز مجموعة كبيرة. اول مسابقة بكيلو وجرامات الذهب، وتاني مسابقة هتبقى برضو بجرامات من الذهب كتيرة. يعني دايما هننزل مسابقات، وان شاء الله كل المتابعين اللي هم معانا في القناة هيكسبوا بإذن الله، كله هيوصل للذهب. المرحلة الثانية عزيزي المشاهد بعد عملية الطحن الجيد، عملية الغسيل. عملية الغسيل بتبني عليها عملية استخراج الذهب. الغسيل الجيد بينزل لك المعادن الثقيلة من تحت، والطين والتراب هينزل معاك في المية. طبعا انت كمبتدئ ومجموعة لو انت اشتغلتوا 4 على نفس النظام ده، هتخلصوا نص طن في اليوم. نص طن كل شكارة 50 كيلو، يعني 10 شكاير. الموضوع مش صعب، الموضوع سهل. استخراج الاحجار من بطن الارض ان شاء الله سهل، وبعد كده تبتدي عملية استخراج الذهب. انا بكلمك العملية المجدية دي ممكن تطلع فيها انتوا 4 في اليوم الواحد، ممكن يوصل لـ100 جرام ذهب، وممكن 200 جرام ذهب حسب الحظ او حسب نسبة الذهب الموجودة في الأحجار. طبيعي إن احنا هنشتغل وهنشتغل عملية الغسيل زي ما أنت شايف. الرسب الأسود اللي تحت ده هيظهر معانا إن فيه ذهب ولا لأ. طبعًا الاختبار ده هنعمله في الأول قبل ما ناخد الأحجار من الموقع ونشوف. لو شفنا الذهب بعيوننا معناها إن نشتغل على الموقع ده، لأن أنت كمبتدئ مش هتعرف تشتغل على الذهب الميكروسكوبي، لأن الميكروسكوبي عاوز شغل تاني برضو موجود في القناة، وهنعلم الناس جميع الطرق. طبعًا هتقعد تصفي لحد ما يظهر معاك الراسب الاسود الموجود من تحت. ركز عزيزي المشاهد، انت دلوقتي هتعمل الاختبار ده عشان تعرف نسبة الذهب الموجودة في الموقع. لو ظهر معاك الذهب على الاطراف بنفس الطريقة دي، خلي بالك فاضل معاك معدن اسود اللي فوق، وتحته الذهب لان هو اتقل معدن. ركز في الاختبار ده
لان هو الاختبار اللي هيبين لك المنطقه اللي انت شغال فيها فيها ذهب ولا لا. لو انت شفت الذهب كده بعيونك اشتغل، خد وانت عميان، خد لك طن 2 طن، اشتغل في الموقع لحد ما تخلص الموقع كله من حجار المر، والخير تحت الارض كتير بعمره ما هيخلص باذن الله. عزيزي مشاهد القناه، الاختبار اللي انت شايفه ده اسهل اختبار عشان تعرف التربه او الاحجار اللي انت شغال عليها فيها ذهب ولا لا. وخلي بالك لما تيجي تشتغل الاختبار ده لازم تشتغل على حاجه سودة من تحت عشان الذهب يبين والمعادن التانيه تبين معاك، لكن لو اشتغلت بحاجه الوان الذهب صعب ان انت تشوف الذهب. ركز عزيزي المشاهد، ولو انت اتعلمت من الاختبار ده واشتغلت وطلعت كميه هتطلع كمية من الذهب بالاختبار ده، لان بعديها هتستخدم الزيبق. ده الشغل اليدوي اللي انت هتشتغل بيه عزيزي المشاهد. لو انت هتطور العمل وهتبتدي ترفع من منظومة العمل وتشتري حاجة عشان تطحن بيها، نفس اللي هتشوفه دلوقتي في الفيديو اللي جاي. عزيزي المشاهد هتبتدي تطور في العمل وتجيب لك حاجة تطحن بيها سريعة شوية عشان تساعدك في عملية الطحن وتوفر معاك الوقت والمجهود. بالطريقة دي انت كده وفرت وقت ومجهود. وعلى فكرة الجهاز ده ممكن تعمله عند اي واحد بتاع حديد اللي بيشتغل في الحديد ويعمله لك. الموضوع مش صعب جدا، هي بس عملية تصميم واستمرار، وهتوصل وهتعلي من رتم الشغل عندك وهتوصل لكيلوهات الذهب باذن الله. بعد عمليه الطحن والتجميع زي ما انت شايف الشكاير اللي انت شايفها دي، تجميع التراب المطحون، هتبتدي عمليه الغسيل اللي انا هوريها لك برضو في المقطع الجاي باذن الله. ركز عزيزي المشاهد في عمليه الطحن، لان عمليه الطحن دي عمليه مهمه جدا لعملية استخراج جميع المعادن من الذهب وبالذات الذهب. عشان نفصل الذهب من المعادن التانية لازم نطحن جيد. هتقول لي هتفضل حديد ومعادن تانية وميكا في الذهب، هوريك ازاي بيطلع الحديد والمعادن التانية معاك في عملية اللي بعديها، هي عملية الغسيل. وعملية الغسيل بتخلي معاك الذهب زي ما انت شايف كده، بتخلي معاك الذهب موجود من تحت. بس هوريك دلوقتي عملية الغسيل، ركز معايا يا عزيزي المشاهد. جهاز الغسيل اللي انت شايفه قدامك ده عبارة عن برميل، نص برميل من فوق وتحته خشب جاي عكسي. هتحط التراب في الجزء الفوق ده من فوق. ليه هتحط التراب من فوق؟ عشان يتغسل وينزل في الخرم اللي تحت اللي انت شايفها دلوقتي. الخرم دي بتنزل المية مع التراب، فانت كده بتفصل الاحجار اللي هي كبيرة ما اتطحنتش، وفي نفس الوقت هتنزل التراب اللي هو مخلوط بالمية والمعادن الموجودة معاه. لما ينزل تحت على الموكيت اللي تحت اللي انت شايفه ده، الموكيت ده طويل جدا حوالي مترين المسافة. اول متر بتحط حجارة عشان يعزل الذهب وقطع الذهب الكبيرة، واللي بعده هيفضل موكيت عشان يمتص قطع الذهب الصغيرة، لان قطع الذهب بتبقى تقيلة مش هتمشي المسافة دي كلها، يعني هتقف معاك على الموكيت. لكن الحديد وباقي المعادن التانية الميكا بالذات بتروح مع المية، بتروح وتتغسل ويفضل معانا خام الذهب الموجود من تحت في الموكيت اللي تحت ده. هنغسل الطن زي ما انت شايف كده، هنشتغل عليه غسيل بعد عملية الطحن السريع، وهنشتغل عليه غسيل. المعادن كلها هتنزل في عملية الغسيل، والذهب مع مرحلة المشي على الموكيت اللي تحت هينزل تحت في الموكيت وهيمسك، لان الذهب معدن تقيل جدا جدا. هنستمر في العملية دي زي ما انت شايفين عزيزي المشاهد لحد ما نخلص الطن والموكيت يكون ملغم معايا بالذهب من تحت. بعد كده هاخد واشيل الموكيت اللي انت شايفه ده، والراسب اللي فيه هغسله، هغسله في مية وهنزله في مية. هيفضل معايا الراسب الاسود اللي هو الخلاصة، الخلاصة دي بيكون فيها الذهب. فالخلاصة دي انا هشتغل عليها المرحلة اللي بعديها، هاخد الخلاصة واحط عليها حوالي 200 جرام من الزيبق واشتغل اطلع الذهب منها. زي ما انت شايف كده الخلاصة اللي احنا خلصناها من الموضوع ده فضلت معانا في الطبق الاسود اللي انت شايفه ده. هنبتدي نحط معاها 200 جرام من الزيبق، لان فيها معدن الذهب بيكون تقيل، لان الخامة دي تقيلة في الطن الواحد، يعني في الطن الواحد ممكن يوصل ل 70 و80 جرام. لو انت هتشتغل بالطريقه دي هتطلع في اليوم الواحد، لو انت اشتغلت طن واحد في اليوم ممكن توصل 70 و100 جرام في الطن الواحد من الذهب لو انتوا اربعه. تخيل لو كل يوم تعمل العمليه دي هيكون عندك الناتج الاسبوعي الاف الدولارات من الذهب ومئات الجرامات من الذهب والدولارات. لو انت هتركز دلوقتي عزيزي المشاهد في عمليه التصفيه، عملية التصفية مع الزيبق، الزيبق موجود معانا في الطبق ده مع التربة ومع الخامات التانية. الزيبق بيستحوذ على 80% من الزيبق ذهب،
يعني الذهب بيكون داخل الزيبة حوالي 80%. بعد كده هنجمع الخلاصة اللي هي مع الزيبة، وبنحاول نصفي التصفية اللي بعديها بعد عملية الغسيل عشان نصفي الزيبة وخلاص نطلع الذهب بعملية الحرق بعديها. طبعا عزيزي المشاهد، جميع الفيديوهات موجودة عندك، هتلاقيها في الوصف اول تعليق للتعليم، تعليم المبتدئين كيفية استخراج الذهب من الاحجار. وما تنساش تدعم القناة بلايك، لان عاوزين نوصل بيكم ان شاء الله 100,000 مشترك، ونوزع الذهب في اونلاين كده، هيكون في سحب اونلاين لجميع الناس المتفاعلة، مش سحب، لا، الناس المتفاعلة معانا في القناة هي هتخش السحب، يعني السحب هيكون بين الناس المتفاعلة في القناة بس. زي ما انت شايف عزيزي المشاهد، جمعنا الزيبة الموجود معانا اخر حاجة الخلاصة، ونبتدي عملية العصر والتصفية عشان يفضل معانا الذهب والزيبة 80% اللي هتشوفه دلوقتي ذهب، وال 20% زيبة. مع عملية التبخير هيفضل معانا قطعة الذهب الكبيرة في الطن الواحد اللي هي بتوصل 100 جرام بإذن الله. وبالتوفيق للجميع، وما تنسوش تدعموا القناة بلايك، واذكروا الله في التعليقات، ودايما توكل على الله، ربنا هيدي لك الخير عزيزي المشاهد.